فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين المداراة والمداهنة، وأيهما تكون مع الكفار؟ المداراة تجوز مع الكفار إلا أن تتقوا منهم تقاتل، فإذا خشينا منهم بعض الأمور نداريهم بها دفعا لشرهم، إلا أن تتقوا منهم تقاتل، وهذه هي المداراة، درء الشر، ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما. أما المداهنة وهي التنازل عن شيء من الحق، هذا لا تجوز أبدا، لا يجوز للمسلم أن يتنازل عن دينه لأجل إرضاء الكافر، هذا لا يجوز. نعم.